اهلا بيكم حلقه جديده من برنامج بيت فلان بيت عم رضا ايه حكايه عم رضا ده ومين عم رضا ده وزي ما كل مره بناخد بيت جديد بنحاول نجيب تجربه واقعيه من بيت حقيقي من حاجه بتحصل تعالوا النهارده نستكشف مع بعض بيت عم رضا والحاجات اللي محتاجين نتعلمها من البيت ده اهلا بيكم اهلا بيك يا مرة جديدة نتقابل آه. اه يعني أنا بس حابب حابب أرجع أسألك سؤال سألته يمكن لما ابتدينا أنت اللي اخترت فكرة بيت فلان إيه بيت فلان دي إزاي وإحنا بنعمل إيه بيت فلان ده ممكن يكون بيتي أو بيتك أو بيت أي حد من الأخوة الأعزاء المشاهدين كل بيت فيه حكاية وراه مش حكاية واحدة حكايات وخبرة سواء كانت خبرة نجاح أو خبرة فشل واحنا كنا حابين ننقل بعض الافكار والخبرات اللي احنا مرينا بيها بيتي وبيتك احنا قرايب مش كده احنا قرايب <applause> اه انا واخد اخت مدحت واعرف مدحت من زمان من الصعيد في مدرسه الاحد وفي الخدمه فاحنا معرفه كبيره وفي علاقه قويه طبعا فاحنا ننقل الافكار والخبرة من خدمته هو في مجال الأسرة وأنا خدمتي من خلال مدرسة الأحد فمن هنا إحنا, بيت إحنا مرة واثنين اتكلمنا من تجربة واقعية والتجربة دي ما زالت بتثيرني شاب حقيقي حكى قصته وحكى مشاكله وألامه وشفناها وخدنا منها محطات كتير بنتعلم منها في السكة تمام. وبعدين قدمنا بعض الخبرات ولسه عندنا حلقات يعني يعني في ناس أنا عارف بتسألني كتير كل ما نروح حته في الامور خاصة بالتكنولوجيا، امتى نقول لأولادنا اللي ماسكين التليفون ليل نهار دول وشغالين عليه، نعمل ايه في التكنولوجيا آه. والحاجات اللي مبوظة دماغ العيال؟ وناس تانية بعت بتسالني كتير والحكاية دي بنقابلها كتير. المواضيع الجنسية نقول ايه الأطفال الصغنططين و... واكتشاف انه انه اللي عنده أربع سنين يعرف قد اللي عنده 40 سنة دلوقتي. هن... امتى نتكلم مع عيالنا عن الأمور الجنسية و والتربيه الجنسيه بنسميها عندنا حاجات كتيره في البرنامج ده افكار كتيره بنقولها اتكلمنا بشوية حاجات وهنكمل وعندنا لسه حاجات فعلا صعبه معقده في الحلقات اللي جايه هندخل فيها وإن... ويمكن نتخانق يمكن نختلف اكيد ويمكن نتفق <applause> لازم هنختلف طبعا ويمكن بحاجة. نتفق آه. لكن لكن الحكايه دي م. السؤال اللي عايز اسأله لك النهارده اخبار السواقه معاك ايه لا الحمد لله بطلت سواقه بطلت سواقه بطلت سواقه واعصابي هاديه جدا وعصابك هادية آه، عشان بطلت سواء؟ ليه كده لان اكتشفت ان في ناس كتير قوي هي بتسوق بس ما عندهاش فكره عن اشارات المرور العلامات اللي بتتحط في الطريق ممنوع الدخول ممنوع الانتظار الحاجات اللي زي كده وفي اشارات مرور على فكره في ناس كتير بتسوق ولو لو سالته الاشاره دي معناها يقولك لا مش عارف ومعاه رخصه وبيسوق هل احنا آآ آآ محتاجين نلتزم بإشارات المرور تخيل معايا انك انت بتسوق في اي بلد ومش عارف الاشارات دي معناها ايه والعلامات دي معناها ايه وما عندكش فكره عن اي اشاره من اشارات المرور افتكر تخيل كده السيناريو اللي ممكن يحصل انا خليني بس احكي لك اسم حكايه عم رضا ده عم رضا ده ايه م. عم رضا ده راجل لطيف جدا خد رخصه للسواقه بطريقه مش طبيعيه مش طريقه مظبوطة وبيحصل ويت. بيحصل في حته م. وانا بعد شويه احكي لك حكايتي في الموضوع ده وبعدين عمل زي كده ابتدى يسوق فالدنيا لخبطت معاه والدنيا ما مشيتش معاه لانه لا كان بيعرف يسوق ولا كان فاهم حتى لا في العربيات ولا في السواقه ولا في اي حاجه فبعد اسبوعين ثلاثه مجرد ما قرر ان هو ما يسوقش قال لك كبر دماغك اعمل اي حاجه لخبط عمل كذا موقف عمل كذا حادثة ركب العربية خبط حد فعمل حاجات كتيرة ولما جيت اسأله يا عمي قوانين ايه وسواقة ايه وبتاع هو في الأصل الموضوع كده مش مظبوط عنده فالدنيا الدنيا عكت فقرر يشتري دماغه يعمل اللي عايزه تمام غالبا ده اللي بيحصل مع ناس كتير بالظبط ده اللي بيحصل جوه البيت بقى هم جايين جايين فاكرين انه الجواز ده حاجات لطيفة والجواز ده حاجات جميلة سوقت العربية دي حاجة حلوة قوي يبقى عندي عربية وامشي يبقى عندي عربية وخدت رخصة بأي شكل وبعدين خبط 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 فروح سيبك بقى من دي تمام فسابوا عيالهم يربوا نفسهم ده بيتعمل مظبوط وده بيحصل جوه البيوت كتير قوي ان عندنا اولاد فالولاد دول هنكبرهم ازاي ونربيهم ازاي ولما تسال حد يقول لك مش مشكلة ما احنا تربينا كده ما أهالينا عملوا فينا كده انتوا بس اللي شايفين الدنيا صعبة ومكبرين الموضوع أكتر من اللازم وقاعدين تعملوا حلقات واجتماع أسرة والحاجات وكل ده ملوش لازمة ما احنا طالعين زي الفل مالنا ما احنا كويسين فهي دي المشكلة اللي موجودة إن أنا بسوق ويعني لما أعمل كلاكس ويعني لما أقف الممنوع ما فيش أي مشكلة والنتيجة بتبقى في حوادث شنيعة وموت عايزين نقدم كده النهاردة شوية أفكار تقول للناس يمكن تكون دي مبادئ أساسية أو قوانين لازم نخلي بيننا منها تمام في الجواز طيب نحط كأننا بنقول إشارات على السكة زي إشارة ممنوع الوقوف ممنوع الدخول اتجاه واحد الحاجات دي كلها ينفع أبتدي الفكرة آه تفضل طيب. واحدة من أكثر المشاكل اللي إحنا عايشينها اللي أنت ابتديتها دلوقتي وأنا عايز أوسعها، فكرة إنه اهلي عملوا كده والدي عملوا كده م. فانا بربي زي ما العيال رب احكي لك حكايه لما كنت في الثانويه كنت اقعد في الفصل ابص حواليا عارف عادل ابوه بيضربه م. ومجدي انا فاكر ابوه لي وراه بالشبشب <applause> <applause> وسمير ده انا فاكر كويس اول عصايه كانت معلمه في ظهره م. ومش وانا قاعد في الفصل في ال خمسة 25 واحد انا عارف ان كلهم بيتضربوا. م. فلما جه ابويا مره مسك الشبشب وجري ورايا عشان هم ما ضربنيش بس جري ورايا عشان يضربني انا كان عادي انا رايح المدرسه ثاني يوم لانه اخويا كان في المدرسه برضه فاكيد كل المدرسه عرفت حكايه ان انا اتضربت ولا كنت هتضرب انا ما عنديش مشكله لانه كل الجيل بتاعي بيتضرب فانا ما عنديش ازمه في الموضوع. تخيل دلوقتي لما جه ابني ورحنا في القاهرة و... وابني طلع في مدرسة ولا مدرسة خاصة ولا مدرسة بتاع. ابني لما يبص حواليه في الفصل مش حد بيتضرب. لو انا عملت نفس الطريقة اللي والديا عملوني بيها انا عملت حاجة غريبة عن المجتمع ده في الوقت ده. فلما جيت لو ضربت ابني ابني هينهار ويتعب وتحصل له مشكلة لأنه شايف إن أنا مختلف. أنا مختلف عن المجتمع. فأنا عايز أقول للناس نمرة واحد، الناس اللي بتاخد فكرة انه زي ما والديّة ربوني عايز اقول لك المجتمع اللي كان عايش من 30 سنه غير المجتمع اللي عايش هتقول انا ماليش دعوه بالمجتمع انا بربي مش عارف زي ما مين قال ده انا طلعت كويس عايز اقول لك بس انت مش واخد بالك لما انت تربيت بالطريقه دي زمان كان كله بيتربى كده دلوقتي التربيه اختلفت المجتمع اتغير الولاد بيتعلموا حاجه جديده فانت لو مشيت على الطريقه القديمه انت بتفقد حاجات كتير فنمره واحد لازم نخلي بالنا مظبوط عايز احط علامه تاني بقى عايز احط علامه اسمها فن الاعتذار يعني تفتكر لو انا اعتذرت لبنتي وانت اعتذرت لابنك وقلت حبيبي انا اسف ما كانش قصدي في بعض اولياء الامور بيحس ان انا لو عملت كده واعتذرت لا يعني دي حاجه كبيره عليا ما اعتذرش لابني يعني مره بنزل احجز لبنتي سوزي الصغيره احجز لها تذكره قطر ف... هي مش بترد على التليفون وانا واقف قصاد الشباك عشان عايز احجز تذكر فاتنرفزت عليها في التليفون. وقفلت السكه. بس بعد شويه وانا واقف في محطه القطر فانا اتنرفزت على سوزي فجالي حاجه جوايا لازم اعتذر لها. فرحت مكلمها تاني على الموبايل. سوزي معلش انا اسف حبيبي انا اتنرفزت عليك يعني. ازاي انت كاب وام تقدر لما تعمل حاجه غلط مع اولادك او نبره صوتك بس علي تقدر تقول له معلش أنا آسف. هل دي بتفرق مع الولاد والبنات إن بابا أو ماما اعتذروا؟ فأنا بتعلم ده وبعلمه لابني وبنتي إن ممكن هو كمان لما يغلط فيا بسهولة جدا يقول أنا آسف. فدي حتة مهمة علامة من ضمن العلامات في السكة. آه عندي حاجة تاني بحس إن الوالدين بيعملوها الوالدين بعد ما المشاكل تقع يبتدى يفكر يحط حدود وقوانين في البيت يعني يعني طلع الرخصه وبعد كده يبقى يذاكر الاشارات بالظبط كده لكن الطبيعي ايه تذاكر الاول تذاكر الاشارات تحط القوانين تعرف القوانين وتذاكر وتحفظ وتحفظ معانا الاشارات ليه يا صديق وبعد كده طلع رخصه ليه يا صديق عزيز كنت ساكن معاك وبعدين آه آه في بلادنا في فغالبا في العرب وفي امريكا وفي اوروبا في في كل حته في ما نسميه الكوسه يعني آه. فهو ابوه راجل شويه واصل يعني فجاب له رخصه جاب له رخصه ازاي مش هحكي او اقول لك باختصار يعني آه. راح المرور وحاجه غريبه جدا كانوا تضحك يعني العربيه اللي بيمتحن بيها العربيه فيها اثنين دركسيون يعني الكرسي العربيه فيها اتنين دركسيون وتحت على الارض في بدلات البنزين والفرامل والدبرياج بتاع أوكي. زي ما فاكر. الراجل اللي قاعد جنبه واحد اللي قاعد بيمتحنه او المفروض ان هو قاعد بيمتحنه هو اللي عنده الحقيقه الدركسون الحقيقي اللي بيحوت والبنزين والفرامل بيدوس عليهم. او الولد الشاب اللي بيمتحن ده ما عندوش حاجه خالص. ودي قصه حقيقيه. دخل خد الرخصه وبعد ما خد الرخصه هو كان لسه صغير يا دوب كان لسه 16 سنه كان لسه في بلادنا يدوهم مم. 16 سنة عند العرب. خد رخصة ما عندوش عربية. بعد أربع خمس سنين جاب عربية. فهو ما مش عارف مش مذاكر مش فاهم خالص. فافتكر قال لأصحابه أنا معايا رخص أنزل أسوق. نزل يسوق. ركب حسن. العربية. ركب <applause> <applause> العربية. أنت عارف العربية زمان كان فيها ما آه. أعرفش الم... الجيل بتاع الأيام دي كله أوتوماتيك بس زمان كان فيه الفتيس ويغير مم. ومش عارف إيه. عيني ركب العربية دور العربية ده خد البتاع هو ما ذاكرش. لا ذاكر سواقه ولا ذاكر مرور فليس يا بيطلع راح بوم خبط في اللي تمام عايز اقول لك على حاجه برضو عشان المشاهدين تعرفوا ان بيت فلان هو بيتي وبيتك بكل الحاجات الكويسه او الحاجات الطايفة بناتي الصغيرين ساعات كنت قاسي عليهم شويه وهم صغيرين يعني فكانش في نت ساعتها ولا دي فجبت شرايط فيديو انا وجيهان مراتي نسمع حاجه عن تربيه الاطفال فجبت شرايط فيديو قعدت اسمعها واذاكرها علشان اعرف اربيهم يعني فكان في في شريط من الشرائط دي فكره عملتها وابتديت اغير من اسلوبي في التربيه نتيجه المذاكره ان انا كنت بذاكر اربي بناتي ازاي فهقول على فكره بقى حته كويسه وادعو المشاهدين تجربوها معايا لكم فكان الشريط ده المحاضره دي انك انت تاخد بنتك او ابنك لوحده يعزمه على العشاء بره. لوحده. فعملتها فرحت جايب سوزي قلت لها سوزي يلا نروح مشوار. يا عم ده العشاء هيكلف 1000 جنيه دلوقتي. هنبتدي <تصفح> <تصفح> يعني بقى. العشاء يكلف فخدت... 1000 جنيه. عايزني اصرف فأ... لا. هن... اجيبها منين؟ من هنقولها بطريقه بسيطه. <تصفح> فخدت سوزي وقايل الجهان و... وقلت لها انا سوزي النهارده هنتعشى انا بره. فلما نزلنا ركبنا العربيه فقلت لي بابا انت احنا رايحين فين؟ فانت النهارده معزومه على العشاء. فقالت لا طب وكوكي وانا مش هروح لوحدي وماما بتاعتك مفيش دعوه بكوكي مفيش دعوه النهارده ده يومك انت بس. حبتي تتعشي فين؟ فروحنا قعدنا في مطعم واتعشينا و, و, و واحنا بناكل انا مش بتكلم خالص. بسيبها هي تتكلم. البنت طلعت كلام قالتهولي فظيع. وبعديها بكم يوم خدت دور البنت الثانيه. النهارده دورك. هنطلع نتعشى لما بنقول الفكره دي لبعض الناس طب ما البنات هيغيروا من بعض هيقولوا معنا طب لا وفي نفس الوقت مش هنعمل زي بكام يعني مش بعد كام يوم بقى يعني وهي غلطت ولا بنت لسه من كام يوم عزمك على الاكل ومكلفين مبلغ كذا وانت مش نافع معاكي حاجه ده وقتها انا وانت بس من غير ماما من غير اختك من غير حد ده وقتك حكي اسمعي فيكون انت كاب وام الحركه دي كانها سحر تغير الولد وتغير من ده وقت بابا اللي من وقته عشان يقعد معايا عشان عازمني على العشاء طيب. يا سلام بقى لو لبست فستان شيك وانت حضرتك لبست بدله ونازلين انتوا الاثنين بقى ايه تقضي انا وقت حاسس ان انت بتتكلم يعني. من بلد تانية من جيل تاني لا مش الكلام ن... ده عايزه في وسط المجتمع أوكي. العربي مش مش هنف... بص يا شباب. مش هنقدر نعزمها على العشاء لو في فلوس سوريا يعني. انا مش بتكلم على... بس على الفلوس بتكلم على ايس الفكره يعني. انه واحد واخد ابنه ولا بنته عاملها وعازمه فين ده ده عندك 120 مليون مش عارف ايه في معلش مش مشكله اللي عايز ارجع له النقطه اللي انت ابتديت بيها انه اعملوا معروف بلاش تقولوا بنربي اولادنا زي ما تربينا الحياه اتغيرت المجتمع اتغير ولادنا بقت يتفتحوا ويقولوا ولادنا بقى, ويقول. بقى يعرفوا تمام. ويفهموا طيب. ولادنا اتطوروا جدا أقول فأنت فكرة. لما بتعمل حاجة آه. معاه وبتعزمه، أنت ب... أنت بت... بت... بتواكب العصر بس كمان أنت ما بقتش خواجة ما بقتش بتاع مش عارف إيه، آه. لا 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 لا، اعملوا معروف الكلام ده مهم أنا للمجتمع للمستمعين الكلام ده مهم عندي حاجة تانية أقوله وبعدين أرجع لك طيب عندنا مشكلة تانية إنه كتير من الوالدين عايزين يطلعوا أولادهم نسخ منهم امم يعني بص لما نتربى تربيتنا ونطلع زي الواد هيطلع مؤدب الواد هيطلع كويس البنت هتطلع لا تشوف عيل بره ولا الولد هيطلع يدور على بنت بره فاكرين ان احنا لو عشنا نفس التربيه دي هنقدر نطلع اولادنا التقفيله اللي احنا تقفلناها دي مم. تمام تفتكر ده صح آه الكتاب رد عليه مم. لما قال الايه المشهوره قوي رب الولد في طريقه رب الولد في طريقه. سفر الأمثال، فمتى شاخ لا يحيد عنه، رب الولد في طريقه، الها هنا ضمير بتاع الولد. يعني يعني خلي الولد بالموهبة بتاعته، بأسلوبه، بطريقته، بس في إطار كبير اسمه مخافة ربنا. فا فيعني الولد سيبه يطلع زي ما هو يعني بال... بال... بالإمكانيات بتاعته، بالقدرات بتاعته، بالم... مش زي ما أنا عايزه. رب الولد في طريقه. فمتى شاخ؟ هل طريقه دي تنفع نقول رب الولد في طريقه وطريق المجتمع اللي عايش دلوقتي وبرضه مره كمان لا اقصد بالمجتمع ما واحد يقول لي ايه؟ انتوا عايزين تقلبوها امريكا في بلادنا العربيه مثلا؟ انتوا عايزين لا تخلوها لا. فساد؟ عايز الناس لا. تفهم انه لا نقصد لما نقول بص للمجتمع اللي حواليك مش بنتكلم عن حاجه وحشه لكن بتكلم عن التغيير اللي حاصل اه دي لا دي دي حلقه ده موضوع كبير ليها حلقه اه في حلقه هنتكلم نعم عنها بس عايز اقول انه لا يعني احنا مش بنقول لك البس لا يعني اه لكن لا. خلينا نقول حاجه عمليه بسيطه انت زعلان قوي ان العزومه هتكلف ماشي ناخدها حاجه رخيصه قوي ايه رايك انت لو اب ولا ام كتبت جواب لابنك اعتقد ساعه مش هتكلفك فلوس بلاش جواب ايه رايك لو بعت له رساله على الموبايل ازيك يا حبيبي انت وحشتني اخبارك ايه النهارده اعتقد مش ما فيهاش مشكله انت عارف ان ساعات سوزي تكتب لي جوابات انا محتفظ بيها دي بنتك بنتي بتكتب لي م. جوابات ساعات تبعت لي رساله على الموبايل على الواتساب يا بابا انت وحشني مش عارف ايه انا مبسوطه بيك وانت وايه جاب. تفرق معايا قوي فاكر رامز اه الحلقه الاولانيه الشاب الأولنية. اللي ابتدينا أه؟ بيه ما اعرفش المشاهدين رامز لو فاكر للي ما حضروناش من المشاهدين من المشاهدين في الحلقه دي رامز شاب عنده 20 سنه، واحده من الجمل اللي قالها واثرت فينا جدا، جمله حقيقية، ما افتكرش بابا وماما كان حد فيهم بيجيب لي ايس كريم ويدخل يقعد يحكي معايا في الاوضه، او يقعد على السرير جنبي يحكي معايا شويه، الولاد احنا بنهتم بن 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 حقهم اذا ما لقيوش حب جوه البيت هيدور عليه بره. زياده الحب مش هيؤدي الى اللي احنا ولا يطلع ولد خارع وبنت معي لا 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 انا يعني افتكرت قصه دلوقتي بنت في اعدادي ثالثه اعدادي هي م... هي فجت قالت لي ايه قالت لي انا نفسي احضن بابا وابوسه زي زمان البيت ده بيت في بنت ولد فقلت لها ايه طيب بابا بعد ما يخلص الشغل ويطلع البيت اقعدي جنبه واحضنيه وبوسيه زي ما انت عايز وجربي فالبنت عملت كده جت بعد اسبوع قالت لي ايه؟ قالت لي انا عملت زي ما انت قلت، طلعت بابا ورحت حضنته وقعدت على رجله وخدته في حضني وبوسته زكي بابا وحشني. عارف الاب قال لها ايه؟ الاب خبطها ولا لها في الزنزلي انت كبرتي على حرجات الصغيره دي انت بقيتي خلاص عروسه داخله جامعه انزلي. عيب. فجات قالت لي ايه؟ مش ده اللي انت قلته؟ ادي بابا العم فتخيل معايا الولاد والبنات هنسأل سؤال انت عندك ولدين وانا عندي بنتين انت بتحضن ولادك اه كل ما يجي يدخلوا البيت بقى فديهم حضن اوكي برغم ان هم كبروا ومتجوزين متجوزين هل و... هل بيفرق معاهم اه طبعا اه طبعا أنا اسال السؤال طب العكسي انت تعرف ان ساعات اقول لبنتي ايه عايز حضن يعني م. احنا كاباء انا بابا محتاج حضن بنتي يعني انا ساعات اقول لها ايه عايز حضن انا عايز احضنها يعني عارف فساعات احنا نتخيل ان لا انت اب جامد لا انت لو عملت كده هتطلع الولد ده اللوع و... ومياعه ومياصه ايه الكلام اللي انت بتقولوه يعني ما كفايه ضغط ما... ما هو احنا لو ما عملناش كده جوه البيت هياخدوه منين؟ بره البيت ونرجع نعيط تبقى كارثه في البيت زياده الحب ملهوش ضرر بالعكس قرأوا عيالكم حب واملوهم حب أنا كاتب عندي في النوتة اللي عندي كمية حاجات كتيرة قوانين، إحنا غالبًا الوقت بيسرقنا بنقعد نحكي في حاجة ولا اتنين ونجري. بس عايز أقول للناس تلات أربع حاجات خدهم حتى لو أنت مش ما شرحناهمش بس فكر فيهم يعني. اه ما تحطش توقعات واحدة لكل الأطفال. يعني مش كل الأولاد هيبقوا زي بعض ومش كل البيوت زي بعض, بعض ومش كل البيوت زي بعض. بس إشارات المرور؟ في إشارات واحدة. في إشارات سهلة. تروح أي دولة آه، الاحمر يعني توقف الاشارات بالظبط الحاجة التانية آه، عايز اتعلم قبل ما نغير حتى لو هنغير قانون حتى في الاشارات ناقشه مع ابنك ومع مراتك نقعد كده كعيلة بالزبط. هنغير قانون هنغير قانون كان عندنا قانون ميعاد النوم في البيت م. كان عندنا قانون طريقة أكل معينة كان هنغير حاجة هنغير البيت هنسافر، هناخد مش عارف ايه. لو هتغير حاجة في القوانين اللي أنت حاططها وشغال عليها ناقشها الأول. تمام. قولها للطفل، مضبط. قولها لابنك، حتى لو صغير. بلاش بلاش يبقى حاكم متفرد بيؤمر وينهي يعني. تمام، أضيف إشارة تاني من ضمن الإشارات في طريقنا وإحنا بنربي الولاد. حكي لأولادك وبناتك عن الفترة اللي أنت كنت مستنيينه قبل ما يتولد. يعني ما حدش يمكن بيعمل حاجه زي كده. يعني لو انت مثلا محتفظ بشريط فيديو ساعه الولاده. اعرضه في عيد ميلاده. لو في عيد ميلاده مثلا طلعت له البدله او الفستان بتاعها في الاسبوع بتاعها لعبه، هديه، شريط الفيديو ساعه لما اتولد او في اول عيد ميلاد ليه. ووريله ازاي احنا كاسره كنا مستنيينك. مش... عندي بس حاجة قبل ما نروح طبعًا. لأن المشاهدين حاسين إن احنا متحامين عليهم عايزين يظهروا حب بس، خلي بالكم في تأديب وفي عقاب وفي تهذيب آه، عشان ما تفتكروش إن احنا اللو... هيجي وقت بالزبط. ونتكلم عن الحاجات دي آه، لكن لكن حتة لما أنا أقول لبنتي وأحكي لها إزاي احنا رحنا المستشفى وكنا مستنيينك و... ونعرض لها الفيديو ده في عيد ميلادها ونعمل لها ده هيفرق معاها جدا طبعا أنا شخص بحس أنا شخص مرغوب فيا النقيض بقى والعكس اللي هو الطفل اللي جه زياده طب انت فاكر بيتقال له ايه ده جه غلطه ده جه زياده ما كناش عايزين بقى صار جه فرق شاسع بين الاثنين فاظهر الحب ده بكل الحاجات اللي انت محتفظ بيها في لحظه ابنك لما كنتوا مستنيينه وتيتا وجده عملوا ايه والجيران عملوا ايه وعملنا ايه عشان كنا بنستقبلك وانت جاي العالم بتاعنا وجاي الاسره بتاعتنا في البيت بتاعنا محبوب ومرغوب بالظبط وبينتظرينك. آه مره كمان وانا واحنا بنختم الحلقه بتاعت النهارده عايز اقول للناس الزمن بيتغير، الحياه بتتغير بلاش نفضل جامدين تعالوا ندور، تعالوا نسال، تعالوا نبحث ازاي نربي ولادنا؟ ازاي نتعلم؟ بلاش تحط نفسك في حته انا عارف، انا فاهم، انا بعمل الصح، انا بعمل زي ما اتعلمت، انا بعمل زي ما اهلي لانه هيجي لك وقت وتكتشف في الاخر الدنيا اتغيرت ولادك بيضيعوا منك. ولازم في مجهود مجهود يتبذل عشان نقدر نوصل في الحاجة دي شكرا ليكم ونتقابل معاكم في حلقه جديده من بيت فلان ومفاجاه جديده في المره الجايه شكرا ليكو.